لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال البيهقي رحمه الله في الأسماء والصفات في أبواب ذكر الأسماء التي تثبت أو تتبع إثبات الخلق والإبداع الذي يسميه الإبداع والاختراع لله عز وجل. قال: ومنها القادر. قال الله عز وجل: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال سبحانه وتعالى: بلى إنه على كل شيء قدير. ثم ذكر بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قال بلى، وإذا قرأ أليس الله بأحكم الحاكمين قال بلى. والجزء الأول ثابت من أحاديث كثيرة، هذا الإسناد فيه ضعف، لكن نصفه الأول ثابت من أحاديث كثيرة أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك بلى. وأما الثاني فلم يثبت إلا من هذه الطرق الضعيفة، وإن كان هو من تأويل القرآن، فإن من تأويل السؤال الإجابة. إن الكلام إذا كان خبرا فتأويله وقوع المخبر به، وإن كان أمرا كان تأويله فعل المأمور به، كما قالت عائشة: ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة إذا جاء نصر الله والفتح إلا قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، يتأول القرآن يعني يعمل ما أمر به في القرآن. وأما إذا كان الأمر أو الكلام استفهاما فجوابه هو تأويله، فلذلك هذا من تأويل القرآن، يعني من تأثر القلوب والألسنة باستحضار هذه المعاني العظيمة. قال وكذا رواه يزيد بن عياض، ورواه سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أمية قال: سمعت أعرابيا يقول: سمعت أبا هريرة يقول رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى فليقل بلى. وهذا قد ذكرنا هذا الاسم في خبر الأسامي اللي هو رواية اليد مسلم الطويلة. قال الحليمي رحمه الله: وهذا على معنى أنه لا يعجزه شيء، من يستتب له ما يريد على ما يريد، لأن أفعاله قد ظهرت. والصواب أن يقال قد ظهرت آثارها، مفعولاته قد ظهرت، ولا يظهر الفعل اختيارا إلا من قادر غير عاجز، كما لا يظهر إلا من حي عالم. هو آثار الأفعال قد ظهرت، وهذا لا يصدر بإرادة إلا من قادر غير عاجز. وهذا لا شك فيه معنى الإثبات ومعنى النفي في كمال قدرة الله عز وجل ثابت بالكتاب والسنة. فأما النفي قال عز وجل: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فالله لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، هذا معنى النفي، لا يصاب بالعجز عن شيء أراده، كما أنه لا يصاب بالإعياء. معنى آخر من معنى النقص في القدرة معنى الإعياء، وقد قال سبحانه وتعالى:
أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. فهذا المعنى من يعني معنى النفي نفي النقص في القدرة، أن يعجز عن شيء، أن يتعب من فعل شيء، أن يحصل له لعوب، كما قال عز وجل: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لعوب، من تعب. من يعني التعب ده بيبقى درجة أقل من الإعياء، لأنه إذا أعيا يبقى إيه؟ يتوقف تماما عن الحركة، لكن ممكن يتعب ويبقى لسه قادر إيه؟ أكثر يعني. فالله لم يتعب ولذا لا يستريح سبحانه، لأنه لم يصبه تعب كما يزعم اليهود الضالون المغضوب عليهم حين يقولون إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع، أي عندهم يوم السبت يوم القطع، لأن الله انقطع عن العمل، نعوذ بالله من ذلك. وهذا فكر خبيث مريض. نقول: ومن تأمل ما ذكر الله عز وجل من آيات قدرته فلا بد وأن يدرك صفة القدرة لله، وهذه الصفات ظاهرة لكل متأمل، كما أن الإحكام والإتقان يدل على العلم والخبرة. فهذه القوات العظيمة التي أودعها الله عز وجل في الكائنات تدل على قوته وقدرته سبحانه وتعالى، وهو القوي وهو القدير وهو العزيز سبحانه وتعالى. تأمل كم القدرة والقوة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في رحمك الله هذه الكواكب والشمس والقمر والنجوم والأرض، أنواع من القوة في هذه الأشياء، وهذا تدل بلا شك على قوته عز وجل وقدرته، لأنه لا يكون صانع هذه الأشياء وما وضع فيها من القوة والقدرة إلا قادرا، ووضع في بعض مخلوقاته من أنواع القوة والقدرة ما تراه في البشر، صاروا قادرين على أن يركبوا البحار وأن يطيروا في السماء وأن يسيروا بسرعة هائلة، ربما أكثر من سرعة الجن في الماضي. يعني الجني قال لسليمان: أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. يعني إن سيدنا سليمان كان يجلس من أول النهار إلى الظهر، فبيقول له: هروح أجيبه لك في إيه؟ في حوالي 5-6 ساعات. الناس النهاردة ممكن بالطائرات الحديثة، ربنا أقدرهم على أن يخترعوا هذه الطائرات، ممكن تاخد 2 ساعة ولا حاجة، ولا 1.5 ساعة من اليمن إلى إيه؟ إلى بيت المقدس. فسبحان الله، ربنا أقدر الناس على أشياء تدل كلها على قدرته، لأنهم هم أنفسهم كانوا إيه؟ كانوا عدما، كانوا نطفة. قال عز وجل: ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. قضية الخلق من النطفة قضية تكرر بيانها في القرآن، لنتأمل هذا المعنى ونتذكر أننا شخصيا، كل واحد منا شخصيا كان له لحظات مر فيها بتلك الحال، مر بأنه كان نطفة، كان نطفة جزء من مني، لأن
الخلية أو الحيوان المنوي الذي يكون منه تلقيح البويضة جزء من المني الذي كان يمنى، وجزء يسير جدا، ده واحد في كل يعني ملي لتر، يعني في كل سنتيمتر مكعب، واحد من 40 لـ120 حيوان منوي. ويبقى في المرة الواحدة مثلا يبقى في حوالي 600 مليون حيوان منوي، واحنا كنا واحد بس، كل واحد منا كان هو قصة خلقه، كان هو اللي اقوى واحد سبق واسرع واحد سبق، وفضل يحاول يدخل الى البويضة حتى دخل. كان زماننا بقينا حاجة تانية خالص، لو واحد حيوان منوي تاني اللي كان دخل يمكن ما كناش بقينا ذكورا، كنا نبقى اناثا، او ما كنا الاناث ما كنوش بقوا اناث. والطور حضرتك انت واخوك صفات مختلفة وقوات وقدرات مختلفة وعقول مختلفة وطباع مختلفة، وكلهم كانوا من رجل واحد وامرأة واحدة، فسبحان الله. وكل الخلق دول المتفاوتين اللي تلاقي بعضهم يعني عنده قدرة على العلم والفهم والعمل، واحد تلاقي واحد تاني عاجز، سبحان الله. فالله الذي جعل هذا الإنسان من نطفة من مني يمنى ثم كان علقة زي الدودة كده، حاجة ما تجيش نص سنتي ولا حاجة، اللي تعلق في جدار الرحم، ويبقى يدوروا وحاجات عجيبة بتحصل في هذه العلقة، وتبدأ فعلا تمص من جدار الرحم. هي في وعيها اللي هو احنا يعني كنا حاسين بحاجة، كنا بنعمل حاجة الأب والأم بيقولوا لها اعملي ما تعمليش، مص الدم ما تمصيش، تغذي ما تتغذيش، انقسم ما تنقسميش. احنا شايفين قدامنا حاجة بتحصل، شايفين ان الحيوانات المنوية طلعت تجري وهي عارفة سكتها في حاجة تساوي مساحة هائلة اضعافها، يعني اول ما تخش من الرحم بالنسبة لها ده فضاء واسع جدا، الحيوان المنوي صغير جدا. وبعدين يذهب ويخترق الجهاز التناسلي، وبعدين يخش الرحم، وبعدين يدور على مدخل قناة فالوب اللي هي عندها البويضة الشهرضة. تخيلوا ان القصة العجيبة دي كل واحد فينا شخصيا حصلت معاه، وإلا فلو راحوا للناحية التانية مش هيلاقوا البويضة بتاعت الشهرضة، مبيض الشهر ده يطلع والمبيض الشهر التاني يطلع، لا دول راحوا عند البويضة اللي عند فتحة قناة المبيض اللي طلعت البويضة الشهر ده، وبعدين يروحوا جايين داخلين من قناة المبيض. الهداية دي حاجة عجيبة جدا. وبعدين يلتقوا بها في التلت الأخير مكان محدد في معظم البشر، يعني ممكن تحصل حاجة تانية تبقى فيها لخبطة، لكن الوضع الطبيعي ان الالتقاء يكون هناك. ممكن الحيوانات الدمويه دي توصل الاول قبل البويضه ما تكون طلعت من الرحم من المبيض، وممكن البويضه تفضل هي اللي مستنيه الحيوانات الدمويه تجي لها بعد كده، لانه مش شرط ان كل يوم يكون فيه لقاء، بل ممكن يبقى كل يومين ثلاثه ويحصل حمل في ذلك. فسبحان الله، ده حاجه عجيبه، البويضه الحيوانات الدمويه تلتقي بالبويضة وتخترقها، وأول ما تخترقها الملايين اللي حواليها كلهم بيحاولوا نفس المحاولة يتوقفوا، خلاص وعلينا انتهاء السباق. ايه الحاجات دي؟ فاهمة احنا كنا واحد من 600 مليون دول، او 100 مليون 200 مليون بكل واحد ونصيبه، كانت في المرة دي كان فيها قد ايه. وبعد كده البويضة دي تبدأ تتحرك وبالراحة وفي سكة معروفة، احنا شايفين حاجة بتتحرك بتحصل قدامنا، لا احنا عملناها، لان احنا شخصيا كنا ذلك، عجز تام، لا علم ولا قدرة ولا شيء على الاطلاق. طب الاب والام ده رايحين جايين ولا يعرفوا حاجة، ولا يعرفوا يدوه سمع، ولا يدوه بصر، ولا يدوه حتى انقسام خلايا، ولا يدوه اصطفاف كروموزومات، لان اول ما
ما الحيوان المنوي يخش جوه البويضة تقوم تتحلل النواة بتاعته، النواة اللي هي جوه راسه دي، وبركو الستة وعشرين فرد، قصدي 23 فرد كروموزومات، يروح جايين مصطفين في نص الخلية وصاد ال 23 فرد عشان يبقوا 23 ايه زوج. مفيش مثلا كروموزوم نمرة واحد يصطف قصاد نمرة خمسة، لا، حاجات محفوظة محددة، واحد قصاد واحد، وكل حاجة عليها جينات هتحدد صفة هذا المخلوق، صفات تفصيلية. كل كروموزوم هنلاقي مئات الآلاف من الجينات على كل واحد، واحد قصاد واحد، اثنين قصاد اثنين، ثلاثة قصاد ثلاثة، أربعة قصاد أربعة، ولغاية 23 اللي هو الإكس قصاد 23 التاني، يا إما واي يا إما إيه إكس، يطلع البني آدم ده ذكر يا إيه يا أنثى. اكتشافات عجيبة، البشر شايفين اللي ده بيحصل. طب إيه اللي بيخليه يحصل؟ لابد من فاعل، إتقان بالغ جدا، مفيش حاجة بتتلخبط. 23 23، لو طلعهم 26 واحد منهم زاد مثلا، بقوا مثلا 47، يقول لك أنه واحد بقى اللي زاد مثلا نمرة 21، يطلع متخلف عقليا. نمرة ما عرفش كده بقوا 45، يبقى حاجة متخلف عقلي من ناحية تانية. يبقى لو العدد زاد خالص يبقى البويضة دي هتموت تلقائيا ومش هتتكون. يعني لو حيوانين منويين دخلوا في نفس اللحظة بقى جوه المادة، جوه البويضة المادة الوراثية، بقوا 23 و 23 و 23، يبقى البويضة دي تموت. عشان كده نقول ان الحاجات الاكتشافات دي ادت الى ان جزما ويقينا يستحيل التطور. ده هو اي حاجة فيها لخبطة عن الاصل كده يحصل ايه؟ هتموت. ولو هي لخبطة بسيطة قوي يعني، او تغير في الحياة، مش لخبطة، هي قدرة ربنا سبحانه وتعالى ليرينا قدرته عز وجل، ان احنا ما كناش نملك لنفسنا حاجة، وممكن كنت تطلع متخلف عقليا، وكنت تطلع ممكن عقيم. في اللحظات دي بيتحدد ان الانسان ده هيطلع ممكن ينجب بعد ذلك، ممكن ما ينجبش. الصفات حاجة فوق تخيل البشر، وكل ده بيحصل قدامنا. وبعدين البويضة بعد ما تترتب كده وتلتف كل اتنين مع بعض وتبقى نواة جديدة فيها 46 زوج، تعمل رحلة بقى كده حافظة مكانها برضو في الجزء الخلفي الاعلى، التلت الفوقاني الخلفي من الرحم. ما تجيش قدام، ما تجيش. لو راحت في حته تانية ممكن تتلخبط الامور، ممكن يبقى حمل يؤدي مثلا، لو اتزرعت البويضه دي في اكثر الكثير من الاحيان تتزرع في قناه فالوب، في القناه نفسها، يبقى ده حمل خارج الرحم، هتنفجر القناه ولازم هيتشال المبيض بالقناه والدنيا تتبهدل. يا اما لو مشيت البويضه الناحيه التانية وطلعت من قناه فالوب على تجويف البطن وراحت جايه لازقه في المعده، الجنين ده هياكل ايه؟ المعده اللي هي رفيعه خالص، ممكن حمل يحصل على جدار المعده، يبقى المعده دي هتتبهدل، هتتاكل، وهيبقى فيها قرح، وهيبقى فيها تعريض لحياه الام للخطر اذا ما ادركتش. وهيدركوها ازاي؟ مفيش ان هم يشيلوا البويضه اللي اتزرعت في مكان خطا دي، او في مكان ليس هو المعتاد، يعني خطا بالنسبه للمعتاد، والا فليس هناك خطا عند الله سبحانه وتعالى. يعني تتشال باللي حواليها من الانسجه اللي فيها. ولو في اي حته تانية ازمه ضخمه جدا. تخيلوا ان ده ربنا ارانا هذه الاشياء الغير معتاده عشان نعرف عجزنا وقدرته، ونعرف يعني قوته وضعفنا، ان احنا ما كناش نملك شيء على الاطلاق. تتحط بقى في الجزء الخلفي الفوقاني، التلت الخلفي الاعلى من الرحم، تروح جايه غرزه نفسها كده جوه الحضن بتاع الرحم، وتيجي خلايا الرحم تروح جايه مغطياها من فوقيها، وتبدا تمتص المواد الغذائيه من الأوعية الدموية اللي موجودة في جدار الرحم، المهيأ ان هو من بتاع قد كف المرأة، قد القبضة بتاعتها اقصد، يعني كفها مضمومة
الرحم يبقى كده وبعد كده يبقى قد كده، يفضل الرحم ده ما فيش ولا عضو في الجسم قابل لهذه الايه، لهذه الخاصيه، النمو والانكماش، النمو والانكماش. لكن اي حاجه تانية هي على حجمها اللي هي عليه. وبعدين سبحان الله تبدا الخلايا تنقسم وتترتب زي ما بقول لكم احنا شايفين. عشان كده سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام لما بيقول لملك الملك النمرود، لما بيقول قال إبراهيم، قال عز وجل ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. تبص بقى الأمر ده بيتم كم مرة في البشر في الحيوانات، يعني كم واحد بيتخلق الليلة دي من المعاشرة بين زوجين، هيتولد كمان 9 شهور تقريبا مش كده؟ النهاردة الليلة دي في أرجاء العالم عشان يتولدوا كمان 9 شهور بتاع 2 مليون طفل مثلا. احنا عندنا في مصر لوحدها بيولدوا كل 6 ثواني ايه؟ مش كده؟ ولا كل 5 ثواني دلوقتي كمان. تخيلوا في الصين دول قد ايه؟ وفي كل أجزاء العالم، وإن كل واحد له صفات معينة وله روح بتسكنه في أجواء وقت معين، ويظل الإنسان يعني يرى ذلك أمامه. لا خد بالك ده الإحياء والإماتة للحيوانات كمان، للقطة اللي خلفت قطط اللي برضه نفس المسار العجيب ده، السمكة اللي باضت السمك اللي باضت البيض، والحيوانات بتاعت الذكر السمك راح جاي مطلع الحيوانات في المية والاتنين اتقابلوا مع بعض وكونوا السمكة والضفدعة والطيور والفراخ والكتاكيت والبط والوز، ولو حاجة جت مع التانية تحصل ايه؟ تموت ما تتكونش. مش ان الاغبياء الجهلة اللي بيقولوا ان يمكن التطور، تطور ايه يا جماعة؟ تطور ده هو مش محتمل ان اي حاجة تتحول لحاجة تانية، مستحيل. لو قربوا من بعض بس لازم يكونوا مثلا من فصيلة واحدة زي الحمير والايه يعني والحصنة، لو حصل التقاء بين البويضات والحيوانات المرية بتاعتهم يطلع كائن عقيم اللي هو البغل. لكن لازم يكونوا قريبين من بعض، يعني مش الكلاب مثلا هتتجوز القطط، مش هيحصل. ولان ربنا خلق لكل زوجة، خلق فسوى سبحانه وتعالى. القصة الطويلة بقى بتاعت خلق الانسان اللي احنا بنعمل ايه دورنا كبشر ايه؟ ان نرصد، ان احنا نتفرج ونشوف الخلايا دي مشيت كده، والخلايا دي راحت هتبقى المخ متخطط، متخطط حاجة محددة مقدرة. الخلايا دي هتيجي الناحية دي عشان تبقى الايد، الخلايا دي هتمشي الناحية دي عشان تبقى الرجل، وكل واحدة بطول معين وبضبط معين، والصابع دي مش زي الصابع دي. وبعدين القلب يتشكل بعد ما كان عبارة عن ألياف عمالة ترفرف كده، يبدأ يتغير ويجي كده لغاية ما يتشكل غرف تبقى مفتوحة على بعضها، وبعدين تنقسم ويطلع الفاصل ما بين البطينين ويوصل لغاية آخره عشان يفصل بينهم تماما. ده كل واحدة فيها حاجة طويلة جدا، قصة طويلة عجيبة. احنا زي ما اقول دورنا ان احنا ايه؟ نشوف ربها الذي يحيي ويميت في كل الكائنات الحية بطرق مختلفة عشان تطلع ده، يطلع ده انسان وده يطلع ضفدعة وده يطلع طائر وده يطلع قطة وده يطلع كلب. احكام بالغ وقدرة عظيمة. الافعال شايفين اثرها، يستحيل ان تكون بلا فاعل، لان الاتقان ده ما فيش حاجة بتتعمل صدفة بهذه الطريقة. عشان كده بيضربوا مثل للي بيقولوا الصدفة، بيقولوا من يتخيل آلاف القرود تضرب على ماكينة آلة كاتبة مئات الألوف من السنين تخرج في النهاية قصيدة طويلة جدا غاية الإتقان. في حد عاقل يقبل هذا الكلام؟ وهذا مستحيل.
الاحتمال بتاعها في الإحصائيات تصل إلى الصفر، لأنها ده هذا مستحيل فعلا لا يقبله عقل، إن 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 تطلع القصيدة متشكلة وبالقافية وبالإتقان. وعايز أقول لك الخلق أصعب من كده، مش يعني مش إن هو من قصيدة القصيدة، لو أنت ما يعني ما تطلع رواية رائعة في نهاية الأمر من القرود عمالة تعمل كده، والقرود لا فاهمة كلام ولا فاهمة تعمل حبكة ولا تعمل بتاع ولا هي بتفهم الكلام أصلا. لو بتلعب كده، لو ما بيقولوا إن الكون ده خلق إيه؟ صدفة من ملايين العمليات العمياء، وبعدين طلعت يا انتوا بتتكلموا في حاجة تانية، بتتكلموا في عقول ضلت والعياذ بالله، لأن آثار القدرة وآثار القوة لا واضحة تمام الوضوح تمام الظهور. آثار ذلك إن الخلق بيخلق بهذه الطريقة وبعدين بيموتوا، يعني إيه يموت؟ يحيي ويميت. إحنا كم عملية بتتم جوه جسمنا، كم تفاعل كيماوي وكم معادلة بتحصل عشان تطلع لنا معلقة السكر اللي احنا خدناها دي عشان تتحول الى ايه؟ الى طاقة في النهاية وغذاء للخلايا. وبعدين تيجي لحظة ان مليارات العمليات الكيماوية دي جوه الجسم، سواء في المخ بالكهرباء بتاعته، بالجزيئات بتاعت الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والبتاع وكل حاجة، تيجي عليها لحظة كله يقف. الإنسان بيبقى مظبوط ماشي، دم بتاعه مثلا درجة الحموضة والقلوية ماشي طول عمره ثابت في حد معين، 7 وحاجة، وبعدين يجي واحد يحصل له حموضة في الدم، الحاجات زادت الحموضة بتاعتها أدت إلى أن الدم بقى حميضي. البني آدم ده قدامه ساعات لو ما تلحقش وتصلحت البني آدم ده إيه؟ يموت. طب إحنا ماشيين مظبوطين كده بنعمل إيه؟ طب إحنا عندنا ملايين المواد الكيماوية جوه جسمنا، لو باظت أقول لكم حاجة واحدة بس، يعني الكرياتينين لو باظ يحصل إيه؟ فشل كلوي، مش كده؟ يوريا وكرياتينين كل مادة منهم لها سكتها العجيبة جوه جسم الإنسان. لما يحصل توصل مثلا الكرياتينين ده يوصل 14 مثلا 15، الإنسان ده دمه يوم يومين ثلاثة ما تلحقش بغسيل يحصل إيه؟ يموت، ما يقدرش ما يكملش. وهكذا بقول لكم ملايين المواد، ملايين المواد جوه جسمنا ممكن تبقى سموم. انتوا مش بتعملوا بقى تحاليل كتيرة جدا دلوقتي ودلالات أورام ومضادات أجسام وحاجة فوق تخيل البشر، وكلها متزبطة وإحنا مش حاسين. وبعدين يأتي أمر بأنه كله يتوقف ويموت الإنسان ويموت الحيوان ويموت النملة حتى نفسها أجلها، وأرواحها تروح فين إحنا مش شايفين، بس إحنا متأكدين إن في حاجة حصلت. يبقى يجي الجاهل ويقول انا احيي واميت، وراح جاي جايب واحد مموته واحد محكوم عليه بالاعدام يطلقه. طب انت قصدك يعني ان كل الموت والحياه الذي في العالم انت اللي بتعمله؟ انت كذاب، لان انت كنت ايه؟ كنت ميت وبعدين ربنا احياك، وبعدين هتموت انت الاخر. قال ربكم ورب ابائكم الاولين، ما انتوا اصلا كنتوا عدم، يبقى انت تحيي وتميت ازاي؟ انت بتشاغب فقط، انت مش بتبحث عن الحقيقة ولا بتقول حجة، لان انت يستحيل ان تنسب الى نفسك ملايين الملايين من عمليات الاحياء والاماتة التي تقع، والتي يستحيل ان تكون بلا فاعل، لانها تمت باتقان بالغ وحكمة بالغة وقدرة خارقة. إلى الآن لا يستطيع الناس أن يعني يصنعوا شيئا إلا من خلال المادة الحية. لو قلنا مثلا عايزين يعملوا بروتينات مصنوعة في المعمل، لازم يستندوا في النهاية إلى المادة الحية عشان يعملوا تركيبات تنفع تبقى بروتينات مصنعة،
بس في الاخر لازم تكون المادة الحية هي اللي بتنتج الايه الجزيء البروتين ده، لابد من المادة الحية. المادة الحية دي من الذي يعني مش ممكن تكون كده، فهذا دليل على كمال قدرته سبحانه وتعالى. ولذلك من أحياها من الماء والتراب قادر على أن يحييها من العظام، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فالله عز وجل أحيا العظام أول مرة بلا نظام سابق عليها إلا ما كان مماثل يعني صنعه الله عز وجل أيضا في المخلوقات السابقة، لكن العظمة دي ما كانتش عظمة، العظمة دي كانت خلية واحدة فضلت تنقسم، وبعضها بعض الخلايا بتاعتها اتجه بقى عظم، والبعض الآخر بقى جلد، والبعض الآخر سبحانه وتشكلت كما أمر الله عز وجل. عظمة الفخدة دي لها شكل معين، عظمة الترقوة لها شكل معين. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، قال من يحيي العظام، قال تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، نسيت خلق ازاي، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. قال سبحانه وتعالى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أعطينا نفسنا حاجة، أحيينا وأمتنا، ما عملناش حاجة خالص، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ سبحانك اللهم وبحمدك بلى. قل كلي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.